مرحب فيكم عن جديد مشاهدينا. موقع الإعلام الكاتب بسام براك كتابه توالي الحبر بالأربع أربع نيسان المقبل، لنحكي أكثر عنه. بصرنا نستقبل الإعلامي بسام براك، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، شكرا. يا هلا. عم نحكي عن كتابك الجديد. نعم. ألف مبروك. رح نقول سلف مع أنه تم الإطلاق بصير جمعة الجاي، ولكن نعم، الكتاب حاضر. عبنا نعرف أكثر عن هالكتاب اللي هو عم نحكي نحن عن حبر الله، حبر الصوت، حبر الكلمة. صحيح. خبرنا عن هالحبر. بتحكي عن حبر يتكرر خمس مرات، إنما كل مرة بوجه. فإذا بدي خبركن عن هالكتاب، أول شيء بقدر أفشي فيه هيك سر حلو، إنه هالكتاب تراكم عبر سنوات، وفي نصوص منه حبرت بغرفة الأخبار هون بالإلمسي. يعني كانت يعني البدايات، يعني بدايات الطباعة وبدايات العمل على هالنصوص. وقت كنا نسهر بالليل بالال بي سي ايام تغطيات حرب بغداد الإقليمية، وبعض لما كنا بالليل ناخد دوام كامل للصباح بالحياة ال بي سي، كان وقتها في إلي حصة الاستراحات والوقت اللي نكون موجود فيه إني ملي هذا الوقت بأفكار خدم من الحياة ومن تأملاتي بالمجتمع وبالسياسة وبالله وبالفن وبالثقافة، ومليا من غرفة الأخبار بالال بي سي. ولكن بكل لحظوية، يعني عم نحكي نحن بالبريك. نعم. بين عمل وآخر. أكيد. تأمل قصير يعني. ايه عمول، يعني هيدا كنت أسرقه شوي حتى أرجع حبره وترجمه ويخلق هيك ينمى بين هالصفحات يلي صارت توالي الحبر اليوم. يعني مشروع فينا نعتبره كان كتير قديم، ولكن مشروع قديم، اليوم لا أكثر. مشروع فينا نقول تعتق لأنه قديم، يعني هلأ اختمر، بعتبر هلأ صار وقته، ما تأخر أبدا. مشروع كمان ولد عبر صفحات مجلة المسيرة بجزء منه مع سيدي فيفيان صليبة داغر، لأنه كان في إلي تعاون معه، كنت أسبوعيا اكتب، اخترت البعض منه، إنما أضفت بالسنوات الأخيرة حبر الله يلي كنا عم نقول عنه من شوي. ونحن الكتاب فيه صور بكل فصل، حبر القلب يلي هو القلب المقدس والحب المرتبط بأرض الوطن والمرتبط بالحبيبة الشفيعة بين مزدوجين بسميها، حبر الصوت يلي هو مخصص للسيدة فيروز، عندي 50 صفحة بالكتاب يلي هني عن شخصيتها وصوتها وحضور صوتها أمام العذراء وأمام السيد المسيح، وحبر التراب للشهادة والشهداء، وحبر الكلمة يلي هو جزء ثقافي بهالكتاب. إنما إذا منسلسلهم وراء بعضهم بصيروا توالي الحبر. اسمح لنا نطلب منك نسمع الكلام يلي ذكرته عن السيدة فيروز. نعم. فينا نسمعه منك مباشرة. هلأ قلك عن الست فيروز. أنا اخترت، إذا بدك مش اللي اخترت، عن السيدة فيروز في كتير كلمات عميقة جدا، وبالتالي هالكلمات صارت بين إيديا من قبل، وأنا بعتبر أنه جزء من هذا الكتاب يسمو ويعلو لأنه صوت فيروز موجود فيه. في أغنية جمعت من خلال النصوص لحنها الأستاذ جوزيف مراد موسقة، ورح تتأدى بختام هذا الحفل رح بيكون نهار الأربعاء ب4/4/2018، رح تتأدى جماعيا من جوقته ومع الفنان غدي ومع كارلا، أيضا بدها تأدي لنا هالقطعة يلي هي ها أنت كما أنت، عم نقلها للسيدة فيروز، ها السماء تعلو أكثر أمام صوتك، ها يعني كل الجبال تسجد وتركع لأنك أنت تغنين، عم نقلها إياها بشكل غنية، وعم نحييها فيها بختام هذه الاحتفالية اللي هي في كتير من المرء ومن المسموع، رح يتبعوا الزملاء الإعلاميين المدعوين وكل الناس رح بيكونوا حاضرين معنا. رح نسمع هالتحية هلأ. نعم. مباشرة. نعم. كما
تحية للسيدة العزيمة فيروز. ما بتتغير، هذه هي كما هي، وبالعكس بتعلى أكثر، ومن قلب حبري بوجه لها تحية عبر الـ LBC، وبقول لها رح تكوني حاضرة بجزء كتير كبير من هذه الاحتفالية مثل ما قلت لك، وإذا بدك بنضوي أكثر على البرنامج. رح نحكي عن الاحتفالية، رح نذكر نرجع نذكر إنه حفل التوقيع رح يكون بتاريخ 4/4/2018 4 نيسان. ويلي حفل التوقيع احتفالية، ريتك نذكر بالتفصيل تقريبا. إيه نحن رح نبدأ بالتوقيع قبل الاحتفالية وبعدها، يعني على 4:30 بيبدأ توقيع الكتاب، على 5:30 بتبدأ الاحتفالية برعاية وزير الإعلام الصديق الأستاذ ملحم رياشي، وهالاحتفالية تفتتح بالصوت والصورة، سجلت صوتي باستوديو طبعا من خلال الكتاب لماذا توالي الحبر، هو توالي التنهدات من ميدادي، من قلمي، من رؤوس الفكر، من أمداء التساؤلات، من ضيق المسافة بين الجواب واللا جواب. مسجل بصوتي هذه التحية لكل الناس اللي حاضرين. من بعد في كلمة للأستاذ سهيل مطر في هذا اللقاء الافتتاحي، ورح نسمع ترنيمة لحنها الأستاذ جوزيف خليفي وأنشدتها المرنمة جمانة مدور بصوتها، هي لمريم، مريم مريم لبنان ودبر لبنان. رح بتكون قطعة جميلة جدا موجهة إلى مريم، لأنه هي بعطرة اللي بتحمله إلى قبر السيد المسيح، رح بترشه على لبنان تتكون قيامته كمان مع قيامة السيد المسيح، وما ننسى نحن على أبواب عيد القيامة. من بعد في قراءة للأستاذ القدير الممثل جهاد الأطرش، اختار قطعتين من كتابي ورح يأديهم بصوته. بنرجع بنشوف رقصة تعبيرية بعنوان شفيعتي، مثل ما قلت لك، إلى حبيبتي إلى شريكتي، رح بتكون مقدمة على وقع رقصة تعبيرية مع الأستاذ رانيا ريفوني من فريق الرقص عند الرحابني، وبالتالي قراءة للزميلة القديرة لينا دوغان الأعلامية. ثم رح بيكون في كلمة معالي الوزير رياشي وكلمة الشكر مني، وبشريط معبر أيضا مصور وأنا ببستان زيتون، رح نمرق كمان كلام من تأمل من حبر الله، ونختم بالتحية للسيدة فيروز. يعني عم نشوف مرئي ومسموع ومنوع، والكل رح بيكون عم بيتابع هذه الكلمة إما مموسقة وإما مسجلة عبر تعبير جسدي بالمسرح. اسمح لنا نسمع نحن وياك الرقصة، المقصة ولا الترنيمة ولا بصوت جمانة مدور بالأول؟ رح نسمع كلماتك بصوت جمانة مدور بداية. مريم أخبروني من رأوك إذا ألعود أنك سألتي وحيدك عن مكمن الوجع، فقال لك كلي كلي، وأنك رجوته أني أمدك ببعضه، فأجابك بعضه أنت أنت. سمعنا هالترنيمة بصوت المرنمة، هذا مقتطف صحيح، مقتطف بصوت جمانة مدور. اسمح لنا نرجع نسمع بصوتك الرقصة. يعني مثل ما بتريد. أكيد أكيد. نعم. سألتني مرة بعد قراءتك واحدا من مقالات الذاكرية عن ذاكرتي وانفجاراتها وشخوصها وأحوالها وطقوسها، كنت ترتدين اللون الترابي وكأنك تذكرينني بأني كنت ترابا وإليه سأعود. سألتني والآن قل لي كيف حال ذاكرتك، وابتسمتي، يا لتلك الابتسامة. كنا عم نسمع هلأ أكيد كنا عم نسمع قطعة كتير حلوة فيها من ذاكرة البدايات من الحب، يلي رح بتكون مع رقصة تعبيرية بلي بدها تتقدم على المسرح. هذه من حبر القلب، من فصل حبر القلب اللي فيه كتير من الوجع ومن الشفاء، من الداء ومن الدواء، من الجرح ومن التبلسم. وبحب أقول لكل الناس اللي عم يسمعوني إنه كتابي نثري مش كتاب شعري، أنا لم أطرح نفسي شاعرا، أنا أفخر بأنني أعلمي كاتب أكتب وأنثر الكلمات بدي رشة بين الوراق، وكتابي من 400 صفحة نثرية، يعني بيحمل كتير من الأفكار الإنسانية يلي هي قابلة إنها تسجل بالصوت، وإن شاء الله هالكتاب برجع بحوله بالصوت، وقابلة إنها تلحن وتصير أناشيد إذا بدك. وعم نشوف غلاف الكتاب وربما غلاف الصفحات بالأجزاء يلي هي هالصور يلي قدر إنه يروح
ونقى ويوشحها الأستاذ مروان ملاك يلي هو أعد لي هالصور وعدنا فجمعناها بالطباعة مع دار الإبداع الحرف الذهبي يلي رح يكون في له عملية اللقاء والإنتاج بهذا الحفل. وبدي أقول أنه كل يلي سمعناه وجمع وإذا بدكن ولف صورا وتعبيرا هو مع الزميلة بالLBC جوليات سلامي يلي دايما كنت اترافق أنا وياها بالتغطيات بالLBC وهلأ رح نترافق كمان بقلب مسرح الحكمة بالجديدة مسرح قاعة أنطوان الشويري اللي الناس كمان بيقدروا يتوجهوا لها ويكونوا موجودين معنا بهاللقاء بأربع نيسان منذكر صحيح رح نكون مباشرة على الفيسبوك بنقل مباشر أكيد رح تكون المحطات مرافقتنا وعم بتصور وتاخد أحاديث لحتى تلتقط من توالي الحبر توالي الأراء من الإعلاميين ومن الضيوف الموجودين. نعم. الإعلامي بسام برك أهلا وسهلا فيك. شكرا شكرا. مبروك مرة جديدة الكتاب توالي الحبر. الله يخليك. 4 نيسان بتمام الساعة 5:30 التوقيع ولكن بيبدأ الحفل الاحتفالية بالأربعة ونص قبل وبعدها رح نكون مع التوقيع كمان. نعم. أنا بشكركم وإن شاء الله دايما يكون في إنتاج كتابي ونثري أم شعري إنما حتى ندفي يشطب بالكلام اللي بيجرح ويحط مكانه الكلام يلي بيداوي يلي بيبلسم. نعم صحيح. أهلا وسهلا فيك أستاذ بسام براك وكل التوفيق لك.